اسمعي. اهلا دكتور زياد. وينك يا رجل؟ قعدت عليك كليه. انا عندي محاضرات الصبح. امشي الدنيا مقلوبه عليك. خير شو لسه فاهم؟ لا تقول لي ما بتعرف. لا فعلا ما بعرف. معناتها فعلا الاخر ما يعلم. امشي امشي. انا مرشح للوزاره؟ اي نعم. واسمك اكيد بالتشكيله الجديده. انا؟ اي وليش لا؟ سمعه مثل المسك، عقل متفتح وشباب. ومنين الدعايات؟ حبيبي لا دعايات ولا شيء، تقرير طويل عريض بالجريدة، في اسماء أكثر من 20 شخص مرشح للوزارة الجديدة واسمك بيناته. طب وين هي الجريدة؟ بمكتبي. ادخل. ألو نعم. أهلين دكتور. لا والله مالي خبر. لحظة والله دكتور الله يخليك، بس دقيقة. خير فتحي. العميد بيقول لك انه يا ريت تشرف انت والدكتور زياد وتاخذوا القهوه عنده. طيب قالوا جايين. ايه دكتور. يا سيدي الله يخليك. تسلم تسلم. بس انت اكيد دكتور رايك يعني انه انا بستاهل اكون وزير؟ ايوه يا سيدي. تسلم. شكرا شكرا. عجبك؟ شفت. يلا خلينا نشوف العميد شو بده. معناتها بدك تحضر لي حالك على وصلي من المجاملات والمدائح. تفضل سعادة الوزير. شو قصتك زياد؟ معقول انت كمان تجذبها وتصدق؟ بما اني مدير مكتبك. طب روح المكتب. كيف طموحك يا ما قلت لك هذا اسمه للدكتور اسماعيل، مو تشابه اسماء؟ فعلا هو. أني عليك حتى تقسيم تعطيل التدريس. ليش؟ بتستقيلي او بوظفك بمكان ما بتداومي فيه وبيصلك راتبك لعندك. اسماعيل بده يعمل هيك؟ مستحيل. ليش حبيبتي؟ شو مرت وزير على الفاضي؟ زوجي بعرف اذا صار وزير ما بسترجي اطلب ولا طلب لإلي. ونحنا شو انتو؟ نحن بما انه رفقاتك وزميلاتك قررنا نجهز لك قائمة طلبات، وبعد ما يستلم منصبه بالوزارة منروح منبارك له منقدم له ياهن. ولا ناوية تتخلي عنا ست حنان؟ أعوذ بالله. معقول؟ شو بك كأنك مانك مصدقة يعني؟ يعني شي غير متوقع. طبعا هلأ بدهم شباب سمعتهم نظيفة وفهمانين، وين بدهم يلاقوا أفضل من الدكتور اسماعيل؟ بتصدقوا؟ من وقت اللي عرفته لهالرجال حسني قلبي انه بده يستلم شي منصب مهم. تتذكروا شو قلت لكم وقت اللي رجعنا من بيت حنان؟ طبعا طبعا. حنان اذا تعبانه روحي على البيت. لا مالي تعبانه، وبتمنى ما يتغير شي بمعاملتكم الي. انا حنان قبل ما يصير زوجة وزير، مثل حنان اذا صار زوجة وزير. ماشي ماشي تفضلي. انا سالوني عنك والله بيعلم شو مدحت فيك وحكيت ضميري. سألوك؟ مين سألك؟ جهات عليا، نفس اللي اجوا وحكوا معك وكانوا حاضرين محاضرتك في المنتدى الاقتصادي. بس عفوا انا ما حدا سألني ولا حدا حكى معي. معقوله؟ اه ايه بس الحق معك، لانه هيك شغلات سريه الواحد ما لازم يحكي فيها. لا والله من جد لا حدا سألني ولا حدا حكى معي، حتى مالي متوقع. وبصراحه يعني انا بقول انه ممكن اترشح للوزارة، بس حتما ما رح صير وزير. ايه خلصنا دكتور، حاجة تواضع بقى. لا هي الحقيقة دكتور اسماعيل، يعني بدك تتخلى عنا؟ ما شاء الله حضرتك مشربك حالك مع ثلاث ارباع الدولة، يعني ما تأخذني، الله لا يحيجك لدعم واحد مثلي. بس انا متأكد انك ما رح تنسى كليتك وخاصة الاصدقاء والزملاء فيها. من هالناحية طمن دكتور، الدكتور اسماعيل ما بيسى الخبز والملح ابدا، وبعرف امكانيات كل واحد وين لازم يكون موقعه. اي طبعا طبعا. ايش الانفه لا ايش الانفه؟ قصدك ايش مرت الوزير؟ مالي علاقه اللي بدنا ان شاء الله مزنبه. قيام. تفضل استريحوا. صواتكم مانا طالعة مثل العادة. ما قلتولي شو القصة؟ قولي مرام.
أنت بصراحة صايرين يخافوا منك. يخافوا مني أنا؟ خير؟ لشو اللي تغير؟ أنسي جوزك مو بده يصير وزير؟ أيوة يعني خايفين؟ أي والله يا أنسي نسوان الوزراء بيخوفوا. وأنا منهم. وأنا كل فكري إنكم بتحبوني بتحترموني بتخافوا على زعلي. يا أنسي نحن منحبك، بس كان عندنا أنسي جوزة مسؤول صغير مو وزير، كانت عطلعه ونازلة تهددنا فيه. طيب خلونا نبلش بالدرس. وبوعدكن حتى إذا صار زوجي وزير أنا ما رح أتغير، وبحب أسمع ضجتكن وأنا داخلي على الصف، ما في أي شي رح يتغير. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب اليوم درسنا عن التفاعلات. أخي وبعرفه إن صار وزير وما صار ما بتغير. لك أخي على القليلة بنوبك من الحب جاني. أخي بكفي سيارات الوزارة تتصلى عندها. سيارات وزارة تتصلى عندي؟ أنتوا أخي ما بتعرفوه؟ كشلو ما بنعرفه هلا إلا إذا بدك يعني ما نعرفه يعني، ها ولا حابب يعني تتخلى عنه؟ لك ما قصدي، قصدي إنه أخي رجل ماشي على الصراط المستقيم، لا بيحب الواسطة ولا المحسوبية. هلا بدك تقنعنا إنه ما بده يرتشي؟ أعوذ بالله. لك ما بتتذكر لما ترجيناه مشان يزيد على 200 لابن أبو جابر؟ لك حكيت معه أنا 5 مرات، حكيت معه أمي، حكى معه أبي، عمي، خالي وما رضي. يعني لو فاتح على حاله هالباب من زمان صار مليونير مو وزير. على القليلة بياخذ لك حقك من المدير العام. الله يسامح الجميع. بعدين أنا راحت علي ولألكون الحقيقة راحت علينا كلياتنا. لا يا أبو سعيد، هذا إسماعيل مو إلك بس، هاد إلنا كلنا. يا سيدي إسماعيل بيحبكن وبيحترمكن مثل ما بيحبني وبيحترمني إلي. كلمة حقه بتنقال. دكتور إسماعيل مهذب متواضع مربى بيخاف ربه. إيه الحمد لله. شو بلا رح تجنني؟ على القليل إذا ما صرت مدير عام بصير نائب مدير عام. من 15 سنة أنت لازم تصير مدير عام. نسيت كم مرة أكلوا لك حقك؟ ما نسيت، بس شوف إسماعيل حتى ولو صار وزير ما عنده استعداد يحكي مع وزير تاني مشان واسطة، حتى ولو كان إلي. أخي هن الرفقة، شلون نحن هيك رفقة؟ أخي أنا ما بدي إياه يشتغل بالمحسوبيات، أنا بدي إياه يبقى مثل ما هو شريف ومحترم. ما بقى غير تقلي وفقير كمان. يا سيدي وفقير كمان، أنا بالنسبة إلي المهم إنه يبقى نظيف. أنا شو فارقة معي؟ كل سنة سنتين وبطلع على التقاعد. المهم إنه هن يشتغلوا لجيلهم، يشتغلوا لحالهم لمستقبلهم. ديانا ديانا شو بك مستعجلة؟ دي لحق شوف عمي قبل ما يصير وزير. دينو دينو عرفتي شو قال لي أبي اليوم؟ قال عمك أكيد حيصير وزير. بعرف بس أبي أخباره موثوقة. كمان بعرف. وإن شاء الله ما بدك تعرفين عليه. ليش بدكم منه؟ بدي بكفي يبعتني بعثة. اي مو لا تنجحي بالبكالوريا بالاول. سعيد ينو عمك ما عنده ولا. ليش هالسؤال؟ مش عم تحبيه وتتزوجي؟ يعني انت اولى من الغريبه. هذا عمي لساته شاب، وبعدين مثل رفيقي واصغر من ابي وما اجى اولاد لسه. يا خساره. يعطيكم العافيه. تفضلوا سريعا. انا جاي احكي كلمتين مع المدام سهى. خير استاذ، كان بعت لي الاذن البريد دقيقتين وبيجهز. وين المشكله؟ عمرينا ما يجهز. انا جاي اعتذر منك، مريت فتره ضايقتك فيها انا، بس بالنهايه تبين لي انك مره شريفه ومحترمه. هلا شو المطلوب مني؟ يعني ما في داعي تقولي للدكتور اسماعيل. صحيح انا عذبتك بس انت تحملتي وانت بنت اصل، وهلا اختاري اي منصب بالمديريه بدك اياه، انا جاهز وموافق. يا سيدي ما راح احكي له لا هلا ولا بعدين، وهو ما راح يتدخل. بعدين اخي اسماعيل شو له علاقه؟ وبالنسبه للاساءه انا نسيتها، بس بحب اقول لك شغله، بحب انه ما تبقى نظرتك للمره اللي بدها تشتغل هون انه لازم تكون صاحبتك. وبحب تعرف كمان انه اي واحد او اي وحده بهالمؤسسه لازم ياخذ حقه على اساس الكفاءه مو على اساس شيء ثاني. بعدين انا محلي هون عاجبني وما بدي غيره، يعني ما بدي صير مديرة قسم. وشكرا لك يا ستي، انا عملت اللي علي، وامتى ما غيرتي رايك انا جاهز. بس امانه ها ما تنسي سلمي لي على الدكتور اسماعيل كثير السلام. امانه ها ما تنسي. الله يسلمك.
شوفي إذا ما بتحكي للدكتور إسماعيل عن كل شيء سوا فينا أنا بدي أروح لعنده أحكي له. أوف والله انصرعت. هلا أنت ما بتعرفي إسماعيل؟ نحن ما عم نطلب منه يتوسط لنا، نحن بدنا يحمينا من هالمعقد. والله منى معها حق. بالإذن. والله انصرعت. لسه طولي بالك شوي. وأنت ما عندك طلبات؟ طلب واحد وكتير خطير. شو؟ يسكت لي حماتي ويخليها تكف بلاها عني. وانتي كمان اذا جوزك جار عليك وضربك مثل هديك المره رح اخلي اسماعيل يتصل بالشرطه يحبسوه. هي برجع بيضربني. ايه لا، لما بيعرف في حبس وراك اسماعيل ما بيقعد بيضربك. ان شاء الله بدك تنسي اللي قلت لك يا. لا اعتبري ابنك متوظف. معقوله شاب تخرج من الجامعه بتفوق وما يلاقي وظيفه؟ وانا وانتي يا ستي اذا رجعت البلديه مشان تهدلك هالشقفه المطبخ اللي معمرتيه بالجنينه وكل يوم تتصلبط عليكي بألف بألفين ليره بس خبريني. الله يوفقك يا اسماعيل ويعلي مراتبك. وبلكي ما صار وزير كاتبينها بالجرايد. معقوله الجريده تكذب؟ على كل إن انا هلا حكيت معه على الجامعه كان الخط مشغول. ايه طبعا كل الناس هلا بدها تحكي معه. اوكي سجلوا لي طلباتكم على ورقه. ايه طلباتنا بدها دفتر. يا سيدي الطلبات العاجله. هدوش انا ما بدي غيري في المدينه الجامعيه. غيره انا بدي شلوا لي الدكتور سليم. وانا بدي يوظفني. وانتي امل سلامتك. ما بصير هلا بتقولوا ما خدمتكم بعدين اخي وبتعرفوا قديش انا وياه صحبه. يلا امول احكي. شو انا طلبي صعب شوي. ما في شيء صعب. يلا قولي. انا بدي طالع لي اخي من السجن. ليش اخوكي بالسجن؟ اي والله نسيت يا ستي. ابن المسؤول اللي ضربه بسيارته وبعدين حط الحق عليه ولبسه التهمة رح ينحط محل أخوكي وأخوكي رح يطلع من السجن. لعمان هي القصة ما بعرفها. حكي لنا أمو. يا سيدي أخي من سوء حظه كان راجع من بلودان بسيارته وراه سيارة ابن واحد مسؤول. ليش ما عطاه الطريق؟ كسر عليه وضرب له سيارته ونزله وقتله وضربه وحطه بالسجن. يا لطيف. وحكموه؟ 3 شهور. لعمان بأي تهمة؟ لفقوا له التهمة انه اعتدى عليهم واشهر مسدسه. ليش اخوكي معه مسدس؟ اخي حلف يمين لو كان معه مسدس كان دافع عن نفسه. بس اخي كتير كتير مسالم وحباب وآدمي. عن جد الظلم صعب. بتعرفي انا مرة حكيت له لاسماعيل وهو حكى لمحامي رفيقه بس قال له لا تقرب. الولد طايش وابن مسؤول كتير كبير. بتعرفي امه اذا اخوكي ما طلع من السجن انا رح اقاطعه لاسماعيل. الوزير. ايه الوزير. اخي وانا حرم علاقتي معه. بعدين هو دائما بيحكي عن هموم الناس واذا صار بالوزاره بينسانا يعني. يلا قوموا اعزمكم على حسابي. حلو بلشت الخيرات تهم. انا بعتذر عندي محاضره. ساره انا اسف ما اسمع على بيت خالد. وانا كمان بعتذر ساره. على شرط الاكل فته. ها فته. يلا عم بالميدان. بالميدان. لا بالميدان. بتحكي جد ولا معي 350 ليره. ان شاء الله بدك تعزمي لهون. لهون لكن لوين؟ على الميريديان. ايه على الميريديان اقل منه. ما معي غير هدول. اسمعي لقلك ندى، عمو لرفيقي كان وزير، كنا نروح على الميريديان نتغدى ونوقع الفاتوره ونمشي. ومين يدفع؟ الوزاره طبعا. لا حبيبي هذا اسماعيل ما بيقبل. تفضلوا لهون او ما في عزيمة ابنه. امرنا لله قلنا فرجت. اهلا وسهلا فيكم. لا تخافوا طمن. صح. وهي مرته حنان. مرحبا. اهلا وسهلا. وقدامها رح احكي كل طلباتكم صارت هون مو هيك حنان؟ ايه ولو. اهلا وسهلا فيكم. الله يخليك يا مزعلي. يا ريت ما تغيروا. لا حنان مو بنتي. حنان بنتي. انيال على هيك حمايه. الله يخليك. يلا مع السلامه. يلا مع السلامه. شو مرت عم نجهز الغداء؟ والله اليوم ما فضيت الطبخ من الصبح زيارات. طب خلينا نلحق لنا شو طبخه على السريع. روحي ارتاحي اليوم ما رح نطبخ. والله يا سيدي صرت نجم.
كمان انت مصدق؟ لك شو بك يا رجل؟ انت شخص مهتم وشايف التغييرات اللي عم تصير بالبلد. لك على راس التغييرات اللي عم تصير بالبلد، بس ما وصلت لحد انه انا اصير وزير. امشي يا رجل امشي. لا يا الو. اهلين 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 سياده العميد. موجود مع المين؟ مع المين؟ العميد ابو رافض. الا مرحبا. اهلا سياده العميد. ايه ابو سعود، ما بدك تعرف لها الدكتور؟ ولو تحت امرك. جاهزين نحن ايمت ما بتري. ايه عزمه شي عزيمه وخلينا نطلع شي مشوار. تحت امرك. من كل بد اليوم او بكره بنعمل موعد. لا هلا ما هو فاضي، انا بعرف. خليه يستلم الوزاره وبعدين نطلع من هني ومنعزمه. كمان بصير. اكيد اكيد. تحت امرك يا غالي. مع السلامه. بده يتعرف على الدكتور اسماعيل. والله وكبرت معك يا ابو السعود. يا ستي انت بتأمري. شوف لك طلباتي نوعين، شيء خاص وشيء عام، يعني طلبات رفقاتي. طيب على راسي، خلينا نبدا بالاول بالشيء الشخصي. اوكي. اولا بدي تفرز لي سياره مع شوفير، وبعد ما اتخرج تبعتني باسي على حساب الدوله، واثناء الباسي تعيني بسفارتنا او بالخطوط الجويه السوريه. بمكتب البلد اللي رح روح الباسي عليه، وانا بفضل بريطانيا. طيب انت شو رايك هيك فرد مره عينك سفيره؟ لا انا عم بطلب الممكن. ايوه. وغيره؟ وبدي تسعالي بشقه منشان لاقي عريس محرز وعيش معه. يا ستي كل طلباتك مرفوضه. لك انا ندوش. لك على عيني. بس ليش السياره؟ لانه كل الوزراء هيك بيعملوا، بيوزعوا سيارات الوزاره على اولادهم واخواتهم ورفقاتهم وشركاتهم. بس انا اذا لا سمح الله يعني صرت وزير ما راح وزع ولا سياره غير للي بيستحقها، وبشرط يكون عم يشتغل بالوزاره. والبعثة إذا كانت من حقك رح أدعمك، يعني ما في استثناء. معقول؟ إيه طبعاً معقول. استثناء وواسطة ما في، بس إذا إلك حق رح أدعمك لحتى تاخديه، وهي بحد ذاتها ما لها قليلة. أي معناتها لازم أدرس ليل نهار وأطلع من الخمسة الأوائل. طبعاً. وبيت ما في، بدك مثل كل الناس. وظيفة؟ هي معقولة. والطلبات العامة تبع رفقاتي؟ ندرسها. أنا أصلاً هاي اللي بتهمني، يا أحلى وزير بالعالم كله. طيب خلص خلص بدنا ناكل، ما بنلحق ناكل قبل ما يهجموا الزوار، ما شاء الله أمك، على قد ما أنا مشغولة بترشيحي للوزارة قامت نسي تطبخ. لأنه جارتنا قالت لها إنه الوزراء ما بيطبخوا، بيجيهم الأكل من المطاعم. وعلى حساب الوزارة؟ إي لكن على حسابهم. شو حلو. إيه سمعت. لا ما صدقت، شو مفكرني أجدر؟ الحمد لله، طلع في واحد عاقل بهالعيلة. لا بعجبك، بس رغم كل هيك الشباب بالمستشفى محضرين لقائمة طلبات. اسمع يا سيدي، شي بده يحكي لك عن معامل الأدوية المخالفة، وشي بده يحكي لك عن تزوير البعثات، وشي بده يحكي لك عن الوسائط بتوزيع الاختصاص، وشي بده يحكي لك عن المشافي العامة اللي عم تساوي تحاليل طبية للمشافي الخاصة، باختصار دست الطلبات ومعتبرينك وزيرهم. وانت ما بدك شي؟ أنا ما بدي منك شي، بس طلب واحد، تقنع أمك تحل عني وحاج تجيب سيرة جواز. حاج كل يوم جايبت لي صورة عروس. هذا أصعب طلب مرق علي اليوم. غيره؟ بس هالطلب، وتشوف لي خاطر أبوك بشي طاولة هيك ظريفة غير اللي عم خسرك فيها كل يوم. أمرك أمرك سيادة الوزير. حضر الطاولة وأنا جاي، راح جيب معي عشاء على عيني. تأمر سيادة الوزير. الله معك. ملا وزير. عندما قامت الفتنة. ولك يلا يا جماعة، يلا بقى خلصونا تأخرنا. لو تشوفني اليوم صرت مثل النجمة بالمدرسة. لو تشوفي أنا عندي بالمحل اليوم، ما اشتغلنا نهائيا، طول النهار استقبال وتوديع وتليفونات. شبكم مستعجلين؟ بدنا نرجع بكير ننام، عنا شغل الصبح. سعيد، قلتك عن جد اسماعيل بصير وزير؟ ليش حتى ما يصير؟ ليش مين في انظف واذكى واكثر عقل من اخي اسماعيل؟ يا اي رح يصير عقلي. يلا يلا يلا. اهلين اخي ابو زهير. بالمؤهل.
اشتهيت لكم هالغلط، عزبت كثير انتوا دخليت لها مسكره، بس عذابكم راحت ما بيغلى عليكم شيء. وين ابن اختي اسماعيل؟ عم يتحمم. شو عليه؟ اهلا اهلا خال. اهلا ابو سعود، سبقتني، ليش ما مرقت علي يا منظور؟ اهلين سهلين ابو زهير. اهلين اهلين صهري اهلين صهري، عم تاكل تفاح عريق مثل ما وبرداني كمان. تفضل صهري. اهلين بالخال. اهلين 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 خالي جخ علينا، تعال شوف شو جايب لنا. حاجتك ما تعول علي. ويا شو بخير واكل مساء بلاش اوكازيون. هلا بدي اطلب من اسماعيل شو ما بيقول له خالي ابو زهير يساوي عكسه. وليش بقى؟ لانه هلا بيكون جايب له شي 10 20 طلب كلهم مخالفات وتلاعب. هلا خالك تبع مخالفات وتلاعب؟ اي لكن من وين جايب كل هالمصاري؟ من بخله. ايوه ايوه. لا شي شجار. لحظه شو شي شجار؟ حط ميدا هاي الجار هون. شي شو اذا مرشح وزاره بتزغل يعني؟ مزبوطه. ضحكتوني يا اولاد اختي. ان شاء الله تضل على طول مبسوط هيك يا خالي. اما اليوم شو انبسطت انبساط مو طبيعي، الناس رايحه جاي وهي عم تهنيني، وصاحبي العميد ابو رأفت قال لي حكى معي اليوم، قال لي اسهم ابن اختها كثير مرتفعه. ان شاء الله الله يسمع منه. بقى خال لا تنسانا. ولا يهمك خال، بس يعني ما قلت لي شو بيلزمك؟ بيت عندك 40، سيارة انت ما بدك تشتري؟ يعني اذا فلست لي سيارة ما بقول لا. العاب العاب، ما راح ارحمك. نسيت، بس انا لي طلب عنكم انكم تنتظروا لحتى تصير وزير بالاول، وثانيا حتى لو صرت وزير فرضنا يعني، فانا ما راح اتغير ابدا ابدا ابدا، ولا راح وقع على اي ورقة ما لا قانونية. برافو عليك يا اسماعيل، هذا هو ابني اللي بفتخر فيه. حكي كثير قالوا قبل منك. وهي دوشيش، كنا 4-3 وحنصير 5-3، وبدك تدفع الرهن. أنا ما بستسلم للحظة الأخيرة يا رجل. أنا انصرعت اليوم فعلا، مستغرب كيف الناس تتعامل مع الموضوع. ليش مستغرب؟ أنت إذا صرت وزير بدهم سنة هالناس اللي حواليك ليستوعبوا أنك شريف وما بترتشي وما عندك وسائل. قولتك رح يستوعبوا؟ طبعا بيستوعبوا، بصيروا بيحترموا القانون. أكيد، لانه الناس مشتاقه لقانون يخلصهم من هالفساد كله. هيك قلت. هي هلا قيمه من الحديث كله. شو رايك اعزمك على فنجان قهوه شغل عزوبيه؟ على فكره وعلى ذكر العزوبيه، انا مالي ندمان اني تجوزت، لانه حنان هي الوحيده اللي ما حتتغير واللي راح تبقى مثل ما هي. هي القهوة. شو عم تسقي كاسيتات؟ ايه والله بدي استعيرهم بعد اذنك طبعا. هات هات. شو اذا تصير وزير تاخذ لنا كاسيتات؟ كلاسيك. ايه جاي على بالي اسمع بقى. بس الله يخليك، الكاسيت تبع صار المدلل بدير بالك عليه، لانه هديه من بنت فرنساويه. شو عرفتي؟ حب وغرام؟ لا تذكرتني فيه وجاي. لا والنهفه وين؟ انك تسمع انظف تسجيل لصبري مدلل جايك من باريس. ايه بتصير بتصير. على كل حال يا سيدي نيالك، انت على قليل في مين يتذكرك. الحب يا دكتور، هذا الحب. وعقد لي بدك تتجوز فكرت. تفضل دكتور. شفت لي الدكتور اسماعيل؟ عنده محاضرة. ليش عم بيداوم؟ مثل العادة قبل الطلاب. طيب انداني الدكتور زياد. حاضر دكتور. يعني هي المسألة بتنفهم بأكثر من طريقة. بالنسبة للوضع الاقتصادي بشكل عام فينا نقول إنه دكتور العميد بده إياك فورا. خير؟ ما بعرف. على إذنكم. شايف؟ هي أكثر من جريدة ولليوم الثاني عم تحكي عن الدكتور إسماعيل. معناتها الشغلة عن جد. وبصراحة هو بيستاهل. وأنا راح أدعمه بكل جهدي. وأنا كمان راح أدعمه. أنا وكل رفقاتي راح ندعمه. بس بتعرف انا اخطات كثير بحق الدكتور اسماعيل وخايف ينتقم مني. لا اطمن، اسماعيل ماله من هالنموذج، بس انت زودت شوي مع اسماعيل ومع كم واحد مثله. بس شلوني معك انت؟ ماشي الحال، بس انت ما بيطلع لك معي وانت بتعرف. يا سيدي اذا مشان البعثه اللي طارت من ايده انا مستعد اعوض له اياها. لا
كيف؟ في معصية اطلاعية على فرنسا 6 شهور. خليه يحدد اللي بده اياه وانا ببعته. بعت اللي بيستاهل دكتور. انت ما تركت له حق ببعثي ولا حق بانه يعلم طلابه مثل ما بيفهم العلم. ودائما ضغط عليه. يعني اذا قلع طالب قليل الادب ثاني يوم انت بترجعه على الصف نكاية فيه. بس طمن اسماعيل قلبه نظيف وحتما اذا صار وزير ما راح يكون فاضي لانه بيعرف انه الانتقام ما بيفيد حدا. بس انا مالي سهل وفي لي ناس كثير فوق. طيب بالاذن. يعني شو؟ السمن على العسل؟ المهم انت فكر ولا بقى تضغط على اسماعيل وغيره لانه مو بالضروره الواحد يصير وزير لحتى ياخذ حقه. دكتور زياد الله يخليك ما حدا بيعرف غيرك. يعني معقول الواحد يصير وزير بس لاني القى له كم محاضره وكتب له كم مقال؟ الله يخليك بس فهمني مين اللي دعمه؟ شغله. دعمه شغله وبس. شغله؟ قال شغله قال. المشكلة الأساسية هي عدم برمجة الاقتصاد. نحن عنا لما مرحبا شباب. لحظة والله دكتور زياد. بالإذن يا شباب على كل هذا الموضوع بنكمل بالمحاضرة الجاية. شو غير؟ عبد العميد؟ خير. امشي بعزمك على قهوة بلاد كلية وبحكي لك. امشي. يسلموا الإيدين. يا سيدي تجربة حلوة بس أنا فعلا مستغرب تشاؤمه. بالعكس فيني أقول لك أنه مجرد ذكر موضوع أنه واحد مثلي ممكن يصير وزير بخليني أتفائل فعلا بخليني أحس أنه بلدنا لساتها بخير. وليش ما تصير وزير؟ تيلة شوي. المشكلة أني أنا بعرفك أنت ما بتحكي شيء بدون ما تعرف معناه. بس تخيل على قد ما انحكى بالموضوع لولا شوي كنت رح سده. السلام عليكم ابو لطفي. وعليكم السلام. اهلين دكتور. كنت عم اقول لحالي يمكن الدكتور ما عاد نشوفه. لا يا ابو لطفي لا. على عيني والله مرني. بدي بالله اشي كيلو لحمه بعد اذنك. الطلب جاهز. دقت لي ام سعيد. شو ابو لطفي عم تربي خواريف؟ يا سيدي بدي خليه مفاجاه ما بدي اقول لك ليش. والله شوقتني. ها حالف يمين اول ما بسمع اسمك بالوزاره الجديده بدي اذبحه ووزعه على فأر الحاره. خير ابو لطفي كمان انت لك طلبات؟ طلب واحد بس انه ما تتغير وما تشوف حالك علينا. اطمن يا ابو لطفي اطمن انا ما راح اتغير ابدا. يا عيني عليك. وهي راح اسجل على حسابك كيلو لحمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا دكتور مع السلامة يا دكتور. شرفت وأنا أزهر. شو ما بدك تسهر معنا؟ لك والله ما رجع على بالي. هلا بدي يجي خالي أبو زهير والجيران. والله معك نام مرتاح أحسن لك. أصلا أنا عندي محاضرات من الصبح. حنان يا عيونه. تحبيني؟ كتير. طيب برأيك يعني إذا صرت وزير ممكن اتغير؟ أنت؟ مستحيل. أنا متأكدة أنه راح تحب الناس أكتر بتحب شغلك أكتر بتحبني أنا كمان أكتر. ثقي تماما هذا اللي راح يصير. صباح على خير. وانتي مرحبا. خالتو ليش عم يجي لعنا ناس كتير؟ لأنه خالو اسماعيل بده يصير وزير مثل هدول اللي بيطلعوا بالتلفزيون؟ لا مو مثلهم كلهم. رح يكون وزير غير شكل فهمتي؟ لا ما فهمت.
بس تكبري وتصير وزير بتفهمي. يلا درسي. معقول يتغير اسماعيل بعد ما يصير وزير؟ معقول ما يسمع للناس الفقرة والمظلومين؟ مو معقول. وإذا تغير أنا أول وحدة بدي أقاطعه. بس ما بقدر أقاطعه، بحبه كتير. بعدين أخوها لأمل مين بده يطالعه من السجن؟ أنا واثقة أنه ما رح يتغير ورح يبقى هيك، رجل علم محترم وأستاذ محبوب ورجل نزيه وشريف. أنا واثقة. سلم اليدين. هلا انت متاكد انه هلا بده يطالعوا النتائج؟ مو النتائج، اسماء الوزاره الجديده. اي طيب، يعني هلا بده يطالعوا؟ سمعتها باخبار لندن الساعه 5 الصبح انه بده يجي اول يوم. اكيد. اسمع، الجمهوريه العربيه السوريه من دمشق نشرت الاخبار. وين رحتي؟ بدي فيق اسماعيل. رديوا عليكم فيما يلي مرسوم تشكيل وزاره. ماما اسماعيل؟ اسماعيل؟ خير مرت علينا؟ في اسماعيل عم يذيعوا اسماء الوزراء. يلا يلا. اسماعيل؟ اسماعيل اسماعيل؟ اسماعيل؟ يلا قوم اسماعيل. شو خير؟ اعلنوا الحكومة. ايه شو صار يعني؟ ما بعرف، قوم لنشوف. يلا يلا. يلا قوم يلا. ما طلع اسمه؟ أنا متوقع. بس كانوا مرشحينه بالجرايد. إيه غلط مرت عمي، الجرايد كمان بتغلط وبتكذب أحياناً. صباح الخير. صباح النور. السلام عليكم. شو بك؟ تكوني زعلانة عن جد؟ معقولة تزعلي؟ مين بده يسكنه لليلة بالمدينة الجامعية؟ ومين بده يوصفه لزميلنا زهير؟ هذا المسكين اللي أهله فقر كتير. ومين بده يطلعه لأخوه لأمل من السجن وياخد له حقه من ابن المسؤول الكبير؟